تداعيات هذه الاستهدافات الإسرائيلية ليومين متتاليين فقط على قرى الجنوب اللبناني كبدت أهالي الجنوب ولبنان خسائر كبيرة. هل لبنان قادر على لملمة هذه الجراح بداية؟ الجواب وبكل وضوح كلا، وهذا كان هو بيت القصيد عندما رفعنا الصوت عاليا ما قبل بداية 7 أكتوبر، عندما قلنا بأن حزب الله يورط لبنان بمواضيع إقليمية وأن الاقتصاد اللبناني، وأهم من ذلك سيدتي أن اللحمة الاجتماعية والوطنية غير موجودة. صحيح هناك العديد من المواقف الإنسانية وأن الشعب اللبناني سيقوم بواجبه في احتضان أشقائهم بالوطن، ولكن الفكرة الأساسية هنا لا يستطيع المرء أن يراهن بأن حزب الله ولا حتى الحكومة التي يسيطر عليها قادرة على أن تؤمن أي شيء. قد اتضح من ما حدث في الأمس بأن هذه خطة الطوارئ التي وضعتها حكومة الميقات هي فقط موجودة على الباوربوينت، فأن الدولة اللبنانية وحزب الله لم يقوموا بتنظيم السير حتى، وكيف بالأجدر أن تكلمنا عن موضوع الملاجئ. ولكن أريد أن أركز على شيء أساسي هنا سيدتي، المسألة ليست مسألة عسكرية، هي مسألة سياسية بامتياز. فأن حسن نصر الله في ظهوره الأخير قام بتحدي نتنياهو وقال له بالعبارة: أنا أملك خيار عودة سكان الشمال، عليك أن تتكلم معي. فقام نتنياهو كما يعمل يقوم عادة لاعب البوكر، وقام بتحدي حسن نصر الله وقام بتهجير كل أهالي الجنوب. فعلينا أن نعود، هل حسن نصر الله فكر بما قام به بهذا الخطاب المسجل عندما قام بالمراهنة بدماء الشعب اللبناني وأهل الجنوب؟ لربما الأسوأ ليس تدمير الجنوب وموت هؤلاء الأبرياء، وحتى لو أتى هذا الموت من إسرائيل، ولكن علينا أن ننظر ما سيحدث في اليوم التالي من انتهاء الحرب. هل سيكون الوضع في لبنان كما كان سنة 2006 عندما تقاطروا الإخوان العرب وقاموا بإنقاذ لبنان من الخراب وبالجنوب بالتحديد؟ لا أعتقد من هذه المرحلة بالذات نستطيع أن نراهن على العالم العربي. ليس لنا العالم العربي لا يكون الاحترام والمحبة للبنان، لكن الوضع الإقليمي والمرحلة الحالية مختلفة، لا سيما بأن إيران هنا لا تضمن بأنها لن تعود إلى تدمير الداخل اللبناني. والمشكلة هنا بأن الطاقم السياسي اللبناني الذي يحتمي بحزب الله وبسلاحه لا يفهم بأن لا يمكنهم أن يستحصلوا على 17/1 جديد بدون رئيس جمهورية وبدون حكومة حقيقية. حكومة نجيب ميقاتي ووزير خارجيته عبد الله أبو حبيب لا يستطيعون أن يأتوا بقارورة ماء. ولا شك أستاذ مكرم، لا شك أنه نتنياهو لعب جيدا على هذه النقطة وعلى الضعف اللي يعاني منه لبنان حقيقة، لأنه المشهد الذي تابعناه من خلال عملية النزوح هذه فيها الكثير من الرسائل. وهنا أود أن أسألك، شو اللي حققه بنيامين نتنياهو من خلال هذا المشهد اللي تابعناه بالأمس والذي انتشر ليس فقط على أو في المنطقة إنما في العالم أجمع؟ أولا قد حقق شيئا أساسيا هنا، أعتقد بأنه دمر سردية حزب الله والسردية الإيرانية القائلة بأن سلاح حزب الله بين قوسين سلاح المقاومة كما يدعون قادر على حماية لبنان وحماية الشيعة، فأن حزب الله غير قادر على حماية مقاتليه، وخير دليل ما حدث بانفجار البيجرز والأجهزة اللاسلكي. يضاف إلى ذلك بأن الفكرة الأساسية هنا، وهذا شيء لم يفهمه حسن نصر الله، بأن الحرب ليست فقط سلاح وقتال، هي اقتصاد وهي سياسة. وهنا للمفارقة ستنا أن حسن نصر الله وإيران كانوا يراهنون على الديمقراطية الإسرائيلية، وهنا كانوا يراهنون بأن الخلاف بين جالانت وبين نتنياهو سيفضي إلى نوع من وقف إطلاق نار. فما حدث، قام جالانت بتنفيذ العملية الأمنية على حزب الله وقام بتطبيق خطة تهجير أهالي الجنوب. هنا لا نستطيع أن نراهن إلا على شيء واحد، بأن أي توريط للبنان في حرب إقليمية لصالح الولي الفقيه، لصالح هذا الرئيس الإيراني الذي يحاول أن يشتري ويبيع لبنان كسجادة في نيويورك، هو رهان على المجهول. أن حسن نصر الله راهن بدماء اللبنانيين، والآن الشعب اللبناني بأثره وعلى رأس أهل الجنوب يدفعون هذه الفاتورة. اسمح لي أن أسألك هنا، هل تم توريط لبنان في هذه الحرب أستاذ مكرم، أم أنه لبنان يدفع حاليا
ثمن جبهة المساندة التي اختارها نصر الله على حدوده الجنوبية، على حدود لبنان الجنوبية طبعا؟ لربما كما ذكرت سيدتي بأن المشكلة الحقيقية ليس فقط بالأعمال العسكرية، بل بفكرة بأن لبنان يتلاشى أو ليس هناك من قوة جذب معينة. والمشكلة الأساسية بأن هذه الفكرة بأن صواريخ حزب الله هي كافية لأن تردع إسرائيل هي أضحوكة. نحن رأينا بأن من اللحظة الأولى الذي قام الإسرائيلي باستفزاز حزب الله وبمحاولة استفزاز إيران للدخول بالحرب كانوا مجهزين، ورأينا كيف أن أهالي الشمال وحيفا وكل تلك المناطق التي يتم قصفها من قبل حزب الله باتت في الملاجئ. صحيح بأن هناك حالة من الرعب، وصحيح بأن صواريخ حزب الله تصل إلى حيفا، ولكن استطاعوا بلمح البشر بصر أن يحولوا مواقف سيارات إلى مستشفيات ميدانية. نحن في لبنان لا نستطيع الدخول بهذه الحرب لأكثر من سبب. أولا، هذه الحرب لا تفيد لبنان ولا تفيد أهل غزة، وفي آخر المطاف قد رأينا بأن الإيراني مستعد أن يبيع ويشتري، ويبيع ويشتري حزب الله بالأساس، وثم يبيع ويشتري الشعب اللبناني. كل ذلك يعيدنا إلى الفكرة الأساسية، الأصوات المعارضة لحزب الله التي تتهم بالخيانة والعمالة هي في آخر المطاف تذكر الجميع ورأسهم نصر الله بأن الانتحار ليس الرياضة الوطنية اللبنانية، أن الرياضة الوطنية اللبنانية هي الحياد وهي دعم القضية الفلسطينية والقضايا العربية وليس الانجرار وراء إيران. حقيقة يا دكتور علي، لا يمكن أن ننظر إلى المشهد من جانب واحد. في وقائع على الأرض، ولا بد اليوم من التعامل مع هذه الأزمة، مع هذه الحرب في وقائعها. أستاذ مكرم رباح، استمعت للدكتور علي يقول إنه ما يقوم به حزب الله هو دفاعا عن النفس، دفاعا عن ما تقوم أو ردا على ما تقوم به إسرائيل. ردكم قبل ما ينتهي وقت هذا الحوار. أعتقد بأن ما يقوله الدكتور علي يصح لو كنا في الأيام الأولى من المعركة، أو لو بدأنا ب 8 أكتوبر أو ب 9 أكتوبر. ما يحصل الآن هو خير دليل أو تفنيد لكل حجج حزب الله ولكل حجج هذا المحور الذي يقول بأنه يستطيع أن يدمر إسرائيل. بكل بساطة، أن الإسرائيلي استطاع أن يتزاكى على الإيراني هو الآن، وليس من المفارقة بأن نتنياهو ترك إسرائيل وذهب إلى نيويورك، وكما تعرفين ليس هذا بتفصيل، فهو يريد أن يحشد المجتمع الدولي وراء ما يقوم به وليبرر هذه الجرائم التي يرتكبها، ولكن في نفس الوقت يحاول أن يذكر بأن دور الإيراني في المنطقة سلبي جدا. يضاف إلى ذلك بأن هذا السلاح الردعي كما كان يدعي حسن نصر الله عندما تم تحديه ليستعمله، برهن بأن هذا السلاح لا يملكه حزب الله بشكل، بل هو وصي عليه. وإن كان هذا الشيء صحيح بأن حزب الله يملكون الصواريخ التي تستطيع أن تدمر إسرائيل ولم يستعملونها، هي مشكلة كبيرة. وإن كانوا يكذبون هي مشكلة أكبر. الفكرة الأساسية هنا بأن نتنياهو يقول بأنه يريد أن يعيد أهالي الشمال إلى بيوتهم، وسنكون أستاذ مكرم سنكون بانتظار كيف يمكن له أن يحقق هذا الهدف. للأسف يقولون لي أن وقت هذا الحوار انتهى. مكرم رباح، الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.